ازاي من وجهة نظرك؟ ازاي ان هو كان يبطل في النادي الاهلي يعني تقصد ان هو كان يبطل يعني بس خلي بالك ده قرارات في النهايه هي قرارات لا دي ما فيهاش بص هي وجهه نظر في الاول وفي الاخر ودي وجهه نظري انا شخصيا مش يعني انا مش بحجر عليه طبعا هو خلاص اتخذ قرار هو خد القرار يعني. وكل حاجه بس مع الوقت هتفهم ان الفلوس طبعا مهمه والفلوس وسيله لينا كلنا ان احنا بنحتاج فلوس في حياتنا كل واحد بيبقى شايف حياته ايه مستلزماته ايه متطلبات الحياه اللي هو بيعيشها ولكن لما تكون الفروق مش كبيره يعني لا لازم تبقى تقعد تركز لها شويه تقعد تفهم الموضوع شويه لا يعني الموضوع مش جنيه و50 جنيه لا كان في بتتكلم في 60 او 70% من الفلوس من المبلغ المعروض انا بتكلم في ماديا بقى انت عارف يعني التفاصيل تقصد مش عارف تفاصيل هو التفاصيل كلها مكتوبه على السوشيال ميديا يعني مش محتاجه بص اي حاجه بتتكتب مع يعني لو اكيد ليها قريبه من 90% من الصواب يعني فبتمنى له التوفيق ولكن هو اعتقد ان احمد فتحي هيندم بالقرار ده بعد كده فارق معاك الوجهه اللي هيروح احمد فتحي سواء نادي منافس نادي تاني اهلي انا اسف زمالك او بيراميدز زي لا خالص ما تفرقش معايا الوجهه خالص لان هو الهدف واحد الهدف ان انت مشيت فخلاص طالما مشيت ما مش فارقه معايا تروح اي مكان مش دي القصه كلها وخد بالك وجود اي لعيب مش احمد فتحي بس وجود اي لعيب في مكان غير الاهلي بمحض ارادته ما يقللش من الاهلي خلاص انت ما انت عملت ماله ومال الموضوع بالظبط بالظبط الاهلي مش هينتقص منه اي شيء في اي حاجه زي احمد فتحي راح بيراميدز احمد فتحي راح الزمالك احمد فتحي سافر احترف مش هتفرق في الاول وفي الاخر الموضوع ما يعني بعد كده هيبقى ليك رصيد عند الجمهور والرصيد ده بقى اذا بيزيد او بيقل وده اللي عاصرناه في كل كلامك عاقل جدا يا عادل الحقيقه وكلام محترم وهو ده اللي احنا متعودينه من ولاد النادي الاهلي الحقيقه ان هو دايما تلاقي كلامهم محترم وكلامهم عاقل حتى لو في انتقاد شوف انا بقى وصلت عادي حتى لو في انتقاد لجهه معينه او لشخص معين حتى او حاجه لكن في النهايه يبقى الاحترام والعقل في الكلام اهم حاجه لان ده اللي بتعلمه هو ده اللي باقي عموما